الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق لا يفنى ولا يموت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع وإليه المصير. سبحانه القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وأشهد أن سيدنا ومصطفانا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله القائل في حديثه الشريف: إن هذا القرآن حبل الله المتين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا أتباع من بلغ الرسالة، زينوا مجالسكم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبكم في الله، أحبكم أكثر إذا ازددتم صلاة وسلاما على الحبيب، على الشفيع، على المجتبى، على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. كل عام أنتم بخير في شتى بقاع الأرض، كل من على البسيطة من الموحدين الذاكرين الخاشعين لله رب العالمين، أعلمهم إني أحبهم في الله، والله إني أحبكم في الله. وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم بالحبيب محمد وبأصحاب الحبيب محمد، وأن يرزقنا رحمته ورضاه في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبتم وطاب يومكم وطاب صيامكم وطابت صلاتكم وطاب قيامكم وطاب تهجدكم وطابت قراءتكم للقرآن. وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وليالينا كلها رمضان، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو علمت الأمة ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. فأسأل الله عز وجل أن يديم شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الصيام، شهر الصلاة، شهر قراءة القرآن، شهر ليلة القدر، شهر الاعتكاف، شهر الصدقات، شهر الجود، شهر صلة الأرحام، شهر التقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون في قرب من الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، لأن أحبابي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد الديان
لا يغفل ولا ينام ولا يختفي بعد رمضان، فهو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لا يغفل ولا ينام. فإذا كنت قد عزمت العزم وصححت النية وطهرت القلب أنك ستكون مع الله عز وجل في رمضان وفي بعد رمضان، فإياك أن تكون رمضانيا، إياك. لا تتعامل مع الله عز وجل بالقطعة. كيف؟ تأتي أول أسبوع في رمضان وبعد كده تريح، ياخدك الشياطين الإنس من القائمين على البرامج والتوك شو والمسلسلات والأفلام، أيما كان البرنامج والمسلسل بياخدك من الله عز وجل ومن ذكر الله. أين عهدك مع الله؟ أين إخلاصك لله رب العالمين؟ ثم بعد ذلك تغيب عن المسجد وتترك المسجد 3 أيام وليالي الأول في رمضان، المسجد يعج بالمصلين وملائكة رب العالمين تستغفر للمصلين وتفرح بهم، والله عز وجل يباهي بعباده ملائكته. بعد ذلك ينقطع المسلمون عن المساجد إلا ما رحم ربي. سبحان الله، شيء غريب، شيء عجيب، شيء يستدعي الإنسان أن يحزن. لابد الإنسان الذي يخاف على إخوانه وعلى أحبابه يحزن، يحزن عليهم ويحزن لهم. لماذا؟ لأنهم ذاقوا نعمة ولذة القرب من الله عز وجل ونعمة الركوع والسجود لله الواحد القهار الذي ينبغي له وحده الركوع والسجود، ثم بعد ذلك ينفضون عن الله عز وجل ويتفرغون لمشاهدة التلفاز أو المجالس على النواصي أو المقاهي، ويفرغون بيوت الله عز وجل من الذاكرين. ثم بعد ذلك تجد الذين انفضوا في أول رمضان بعد 3 ليالي أو الأيام أو الأسبوع الأول يتعاملون مع الله عز وجل بالقطعة. كيف؟ يقول لك بقى أنا روح يعني ليالي الوترية، والليالي الغير الوترية ما راحهاش، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وبعد 27 يقول لك خلاص كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ والله أنا في ساتر ونعمة الحمد لله، كل عام وأنت بخير. وأنت في ألف خير، ربنا يدوم عليك الستر والنعمة يا رب. ونتمنى إن العالم الإسلامي كله يكون في أتم صحة وأنعم حال وفي أحلى قرب مع الله عز وجل. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين، ربنا يخلي حضرتك يا شيخ. اتفضل يا حبيبي. أنا عندي سؤال لحضرتك يا شيخ محمد. أنا كان في عندي يعني أنا اتجوزت بالظبط من سنة فاتت، وكان عندي سحر وبفضل الله راح، يعني جبت معالج بالقرآن والحمد لله راح السحر. وسافرت بره خلال 7 شهور بعد فرح 3 شهور، يعني الكلام ده بالظبط من سنة، بس رجعت تاني. مراتي كان عندها مس وكان حصل حاجات غريبة كده، فجبت نفس المعالج دوت والحمد لله بفضل الله برضو ربنا فكنا. بس أنا عايز أتأكد إن هو معالج مش ساحر. طيب ما أنت تعرف، هل قرأ عليك قرآن وبعد كده هل سمعت منه تمتمة وألفاظ غريبة ولا لا؟ هو قرأ عليها قرآن. نعم. وأنا ما سمعتش بيقول تمتمة، بس أنا ما هو كتب لي ورقة فيها دعاء لي ودعاء لزوجتي، وكاتب عليه أسامينا، هو بيقول كاتب عليه أسامينا من الورا بشكل غريب كده، وكاتب وعمل لنا مية بملح ليمون، بيقول دي لازم ترشها في أركان البيت، وهو قرأ عليها. هو أنا مكنتش حاضر هو بيقرأ عليها إيه، فأنا مكنتش متأكد هو بيقرأ عليها قرآن أو لأ عشان ما أظلموش. طيب الورقة يا محمد أخويا الفاضل، الورقة اللي كان اللي فيها أدعية أنت قرأتها؟
مش كاملة، أنا قرأت منها بعض الحاجات علشان أتأكد بس ما طيب، قريتهاش كاملة. كان في الورقة دايرة كده ومثلثات وكده وحروف مقطعة؟ أيوه هو كاتب يعني، هو الحروف المقطعة والدوائر دي أنا بقراها على أساس إن هو كاتب اسمي واسم زوجتي بس بالمقلوب، مش بالعدل، طيب بلغة غريبة كده مش انا منها. هقول لك، انا هقول لك القصه ايه بالظبط. خلاص كده يعني المعلومه وصلتني. وانت بص على حاجه، انت كنت واثق ان هو بيعالج بالقران مش كده؟ ايوه، لانه كان يعني حتى لما كان هنا بنشغل القران من على تليفونه دايما وكان يقرا مع القران، حلو قوي. وبعدين هو قال اعملوا ميه واقروا عليها، يعني مدينا بعض صور من الصفات والبقره وكده نقراها على الميه ولزوجتي تستحمى بيها وكده. وطبعا طلب منك اسمك واسم والدتك. ايوه بس انا على فكره انا سمعتكم قبل كده فانا ما برضو ما اديتوش اسم والدتي. صح، طيب انا هقول لك حاجه يا محمد عشان بس لا تتوجس خيفه. هو الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، سواء كان ده ساحر او معالج بالقران، هو ربنا اذن لك ولزوجتك. بس انت طبعا بتتحرى الصدق، وده كلام جميل وكلام طيب، وهو هكذا ينبغي ان يكون المسلم. لكن انا هقول لحضرتك حاجه، والله اعلى واعلم، هذا الرجل يجمع ما بين قراءه القران ثم يدمغ ما بينها ان هو معاه جن. قد يجوز ان الجن ده هو بيعينه، وقد يجوز. طبعا انا ضد طبعا ان حاجه اسمها جن، لان ربنا قال وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وان كان تفسير الكلام ده انهم كانوا لما بيبقوا ماشيين في الجبل ويتوجس خيفه ويخاف ويهرع، فبينادي رئيس قبيله الجن ده عشان ان هو يفضل معاه لحد ما يوصله للطريق، وبالتالي بيحصل هنا الدمار والخراب لهذا الانسان الجاهل. لكن هو في بعض الناس بيبقى معاهم من الجن بيقولوا الصالح، الله اعلم، الله اعلم بصلاحه وغير صلاحه، فبكده. المهم احنا لينا دلوقتي ان ما حصلش منه منظر او شيء يغضب ربنا امامك او لزوجتك. انت معايا يا محمد؟ فبالتالي طالما انه ما حصلش شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى لا لك ولا لزوجتك، وما يحصلش انفراد ولا خلوة بالمرأة، يبقى بالتالي لي انا الظاهر وعلى الله السرائر. انا مش هدخل جوه ضميره وجوه قلبه عشان اعرف هو بيعالج بالقرآن ولا بيعالج بجن معاه، ولا هو يعرف ضرب من ضروب السحر بيعالج بيه. لكن انا اخد بالظاهر، وزي ما بيقول ربنا كده، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طالما أنت ما شفتش منه حاجة تغضب ربنا خلاص ما فيش مشكلة. لكن أنا طبعا لما سألتك السؤال ده عشان بس ما تشغلش بالك والشيطان يدخل لك ويقول لك أنت عملت شيء يغضب ربنا وكده. اللي حدث ما حدث حدث، قدر الله ما شاء فعل، احمد الله على كل حال، استغفر ربنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا. الإخلاص يجانبك، وفي نفس الوقت الطاعة والعبادة، أنت مع الله عز وجل ليل نهار أنت وزوجتك. لأن سهل جدا سهل جدا مع البعد عن الله عز وجل الجسد اللي دخله قبل كده جن من خلال سحر أو ما إلى ذلك، سهل جدا أنه يبقى جسمه مفتح، فبالتالي أنت تحصن هذا الجسد وتغلق مسام هذا الجسد بالأذكار وبالوضوء وبالصلاة على وقتها وبالذكر الله عز وجل وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن طبعا أنا ليه سألتك إن فيه دوريات وفيه سمبوكسات ومسلسلات ومثلثات وأحرف مقطعة؟ لأن طبعا للأسف الشديد بعض المعالجين الجن بيضحك عليهم وبيقول لهم أنا جن صالح وما بعملش إلا كل خير، وفي البداية بيقعد شهر اتنين ستة سنة بيقول له، بعد سنة بيقول له لا، بيطلب منه أشياء مش كويسة وبيجر رجليه إلى طريق الشيطان والعياذ بالله. أنا معاك يا محمد، عايز تقول حاجة؟ أيوة يا شيخ، معلش خط بس كان فاصلني دلوقتي. هو بعد ما خلص اللي هو كان بيعمله لي، الكلام ده كان أول امبارح، بعد ما خلص اللي هو كان بيعمله لي عمل لي المايه اللي بالليمون والملح وكده وقال لي ارشها، وقال لي دايما خلي زوجتك تحافظ على الصلاه بالخصوص الاسبوع دوت، والمفروض تحافظ على الصلاه دايما، ده بالظبط اللي هو قاله. وقال لي
ان الاسبوع دوت هو لما دخل البيت انا كنت مشغل التلفزيون على قران، على قناه المجد عامه، وكنت مشغل تليفوني على سوره البقره في جنب تاني من البيت. فبعدين هو اول ما دخل قال لي اطفيلي القران، وبعدين انا طفيت التلفزيون وبعت، وقال كان عايز نطفي التليفون كمان، بس انا بعت التليفون في اخر البيت الناحيه التانية. فبعدين بعد ما خلص وموضوع خلص وقال لي على الميه وقال لي على الحاجات، بعض حاجات كده اشتريها من عند العطار تدهن بيها جسمها. فقال لي الاسبوع دوت ما تقراش قران في البيت خالص، ما تشغلش القران خالص، مجرد الاسبوع ده بس. فانا برضو سالته ليه ازاي ما شغلش قران في البيت، ده القران ده مفيش احسن منه يعني، ما بيعمره ما بيضر، بالعكس بينفع. فبعدين قال لي هو بس علشان هي جسمها ضعيف، والجن لسه خارج منه وهي جسمها ضعيف دلوقتي، وكان معاها بيقول لي خدام وحاجات من دي ممكن تسهل ان هم يخترق الجسم تاني. انا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط يعني، ده اللي كان يشككني فيه جامد، انه بيقول ما تشغلش قران الاسبوع ده خالص. طيب يا محمد، قدر الله ما شاء فعل. بص حضرتك، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بتشغل سورة البقرة في البيت على طول معايا محمد؟ ايوه شيخ. خدرك، وان احنا ربنا سبحانه وتعالى احنا بنعتقد اعتقاد له يعني ليس له اخر، واعتقاد جازم ان ربنا الضار والنافع، مش كده؟ طبعا نعم بالله. وربنا بيقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، مش كده؟ صح انا عايزك تشغل سورة البقرة في البيت على طول، والاذكار والوضوء على طول معايا حضرتك. وانت طبعا احنا في شهر القران، شهر ميلاد القران، وشهر مبعث النبي العدنان، صلى على سيدنا النبي كتير قوي يا محمد. واحنا خلينا مع ربنا ثم مع القران، وما حدث حدث. خدت بال حضرتك معايا؟ وان شاء الله باذن الله هو لو حاطط خدام دلوقتي، سايب خدام عشان يحصنوا البيت من اللي كانوا عندك او عند زوجتك، فطبعا هو حاطط على الباب خدام عشان خدام من اللي معاه، فبالتالي هم اصلا مش هيحبوا القران، فبالتالي هم هيمشوا. احنا عايزينهم يمشوا، وعايزين وان شاء الله اذا كانوا خرجوا ولا ما خرجوش، ان شاء الله اللي معاك هيمشوا ببركه الله ثم بالقران. ماشي يا ابو حميد؟ ان شاء الله باذن الله. فانت خليك على عقيدتك دي وما تزحزحش ابدا، ومش هسيب ابدا ربنا، هقول صدق الله وكذب كل من يكره القرآن أو يبغض القرآن، حتى لو كان لعلة أو لسبب. مفيش سبب أبدا، سبب أبدا يجعلني إن أنا لا أتمسك بالقرآن وأسيب القرآن ساعة واحدة مش سبعة أيام. معايا يا محمد؟ أيوة. وأنا أنا 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 بثق في الله ثم فيك، إن بفضل الله عز وجل أنت فطرتك كويسة جدا، ربنا يكتر من أمثالك، وربنا يجمعني وإياك والمسلمين الطائعين المخلصين في 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 زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتعنا بالنظر الى وجه الكريم. فانت اوكل الامر لله عز وجل. هل هناك ضار ونافع غير الله؟ نعم بالله، ما فيش ضار ونافع غير الله. بس كده يبقى انت اعتمد على الله وشغل القران وسير على طاعه الله في الطريق اللي انت ماشي فيه. والله الذي لا اله الا هو، لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك انت وزوجتك واهلك، ولو اجتمعوا على ان يضرك بشيء لن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هل تثق في حديث سيدنا النبي ولا لا؟ ايوه طبعا. بس يبقى خلاص، احنا مش حدش هيغيرنا عن عقيدتنا ابدا. وبالله عليك، بالله عليك، خلاص كده هو عمل اللي عليه وزياده شويتين وكتر خيره، واحنا برضه بنحسن الظن في الناس، ومش هنفترى على حد. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش يعني، قد يجوز انه له مبرراته، وقد يجوز ان هو مفهمينه كده، او هو فاهم كده فاهم خطا، فلا بد ان احنا نصوب الخطا، ولا بد ان نعود الى الحق ونثبت عليه حتى لو لم يشفينا الله عز وجل. خد بالك معايا؟ فلنعلم ان هذا ابتلاء من الله عز وجل لرفع درجتنا عند الله في النهاية، لأن ربنا بيقول كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. أنت تأمرني بأي خدمة قبل ما أستودعك الله؟ طيب يبقى خليك معايا وتابعني إن شاء الله، وربنا يبارك فيك ويكتر من أمثالك. يا أحبتي في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من إخواننا، هو أنا متأكد، أنا متأكد مليون في المية إن هذا الشخص اللي تعامل
مع اخويا محمد وزوجته حسن النيه. انا بقول لكم انا متاكد، لان في كتير جدا جدا من هؤلاء للاسف الشديد، للاسف الشديد بيكونوا ضحايا لنمرضه الشياطين. محمد اتفضل. لمحمد يا شيخنا معلش سؤال اخير بس، طب بالنسبه للورق اللي هو مديهولي دوت اتخلص منه ولا اسيبه معايا؟ وبالنسبه للمار المايه اللي قايل لي رشها اعملها ولا لا؟ بص بص هقول لحضرتك حاجه، خلي معاك الورق ده ورش اللي بترش ده، اسمعني، مع مش انت اللي هو قال لك انت اللي تقرا على الميه دي مش كده؟ هو الميه الجديده انا اللي هقرا عليها، هو اللي قال عليها ديت انا هرشها خلاص. هتقرا عليها ايه؟ هقرا عليها من سوره البقره ومن الصفات وبعض الصور انا مش متذكر هو كاتبها لي كمان. طيب وهتختم طبعا بالاخلاص والمعوذتين وايه الكرسي للحفظ، ماشي كده؟ ماشي كل ده كلام كويس جدا، ولغايه دلوقتي احنا ما نقدرش ابدا يعني اذا كنا بنشكك في اشياء، لكن في النهايه عايزين نحسن الظن بالله ثم به، فان كان حتى بيبقى فيه شويه اخطاء كده، شويه اخطاء بيدخل شويه سم جوه العسل، لا يعني مش هو الشخص ده، الجن اللي معاه، فبالتالي احنا لابد ان احنا نصوب له هذه الاشياء. وانت تقول له والله انا استمعت الى اخي محمد وعبد الحليم وقال لي كذا كذا كذا، ولو كلمني انا اقدر اوصل معاه ان شاء الله لاشياء نصوبها ونعرف منه ايه، حتى ان احنا اصلا محتاجين ان يبقى في شباب يعالج بالقران، ولكن اذا كان في اخطاء نصوبها ونبعدها. معايا محمد؟ معاك يا شيخنا. فخليك اعمل خذ بالاسباب واعمل هذا الامر، وده انت اللي هتقرا القران ورش كده كده. اما الورقه بقى دي، اما الورقه دي بعد اسبوع فانت تعمل كالاتي، بتقرا على ميه آية الكرسي معايا؟ ايوه. والاخلاص والمعوذتين والفتح، وتحط الورقه دي في الميه دي معايا؟ تمام. ايوه. وتعصرها كويس جدا جدا، تعصرها كويس جدا جدا وتحطها على البوتاجاز معايا؟ ايوه معاك. وتحطها على البوتاجاز، خدت بالك؟ ده ولكن انت لو خليته كلمني انا برضو تابعني، ولو كلمني نوصل مع بعض هو يقصد ايه بالورقه دي وكده، عشان ما نوفقش الظن في حد. ماشي جميل. هو كان برضو معلش برضو اخر حاجه عايز اسالك عليها، هو كان عامل زوجتي الحجامه دي وسحب دم من بعض شويه دم من ظهرها، وكان بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يجري مجرى الدم في العروق، فاداني الورق اداني الدم دوت وقال لي ادفنه، ادفنه ولا احرقه ولا اعمل فيه؟ لا ما فيش مشكله، الدم ادفنه لان جزء من الجسد، وده اولى بالدفن. فالحاجه الثانيه ان برضه مش عيب، برضه انا زعلت جدا منك يا محمد، زعلت منك جدا. قول لي ليه؟ لان لا يجوز لاي بشر، خد بالك معايا، غير محرم انه يكشف جسد المراه. فطبعا ما ينفعش يا محمد، ما ينفعش ابدا ان اي رجل، حتى شوف انت بتثق فيا ولا لا. ايه طبعا انا بثق، يعني انا بثق فيه، هو راجل كبير في السن ومش من ظهره يعني ما كانش باين، مكان خفيف خالص وانا كنت قاعد معاه. يا محمد ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جميع جسد المرأة عورة، جميع جسد المرأة عورة. فاحنا احنا احنا بنتكلم في دين ولا هنتكلم بقى؟ ايوه ايوه. لا عواطف. صح. لا لا انا معك. لا خلاص، يعني استغفر الله عز وجل وزوجتك، استغفر الله وما نرجعش لهذا الامر تاني مهما يكون سنه، مهما يكون سنه، خد بالك معايا. ده احنا في دين، في دين وفي شرع بيحكمنا. انت طبعا انت عارف ان انا مش متزمت ولا كده، ده انت عارف انا راجل بحب كتاب ربنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبقول ان سيدنا النبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عنه. صح؟ صح. فطبعا احنا خلينا الحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ماشي يا حبيبي الفاضل؟ ماشي شيخنا. انا متشكر لحضرتك، وهي دي غلطه عدتني بس ان شاء الله. ماشي حاجة. خد تليفوني من الكنترول وخليك على اتصال بيا عشان نوصل وان شاء الله ونبرأ لديننا، هل ده بيعالج بالقران ولا مع احد؟ جزاكم الله عني خيرا. طبعا انا كل اللي يهمني والله يعلم، يعني انتم لا تتوقعوا ولا تتخيلوا مدى، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتنا، المشقه الواحد بيجيها هنا في الظلام الحالك ده.
والعربيات يعني ربنا ينجينا ويسترنا ويجعل هذا العمل يا رب يبعده عن الرياء ويجعله خالص لوجه الله. فبالتالي انا نفسي ان انا كل اخ وكل اخت على بقعه من بقاع الارض، اني لو انا يعني اقدر يعني بنفسي يعني اروح اشوف بنفسي وبحالي. بس طبعا انا بقول لكم انا عالج من خلال الصحه والجمال، من خلال النت وحلقاتي اللي موجوده على اليوتيوب، لكن انا بتقي الشبهات دي عشان الحمد لله رب العالمين نبرأ لديننا وعرضنا من القيل والقال، بس بنيه ان ما اديش فرصه لاخويا المسلم واختي المسلمه تقول عليا كلمه، عشان انا عايزها تتاجر مع ربنا بالكلام الطيب مش بالكلام اللي يغضب الله عز وجل، حتى ولو كانت محقه او غير محقه. انا العبد المسلم لابد ان هو يتاجر بكلمه طيبه. شفنا سيدنا الامام الحسن البصري حينما ياتيه صاحب الله ويقول ان فلانا بات يغتابك في جماعه مع جماعه كده، فكان بيصنع له طبق حلوى او يجيب له كده عرجون من الرطب ويقول له خد هديه مني ليك، انت اهديتني حسناتك وانا اهديك ما عندي. اسمعوا كمان سيدنا سهل التستري. سيدنا سهل التستري ما كانش صحابي، كان تابعي من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنرقق القلوب عشان انا طبعا ما هوصلش للاضطراب اللي كانوا بيمشوا عليه هؤلاء الاقطاب، هؤلاء الفرسان، ولكن انا بتمنى ان انا اكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ بايدي اخواني واخواتي الى طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا البرنامج. انا عارف ان ناس كتيره جدا متابعاني، وان كانوا ما بيتصلوش عليا عشان ما معهمش يمكن الشحن خلص منهم ولا حاجه، انا مش زعلان من حد، بس انا بحب اسمع صوتهم لان انا بحبهم في الله ودايما بحب اتواصل معاهم، وانا مش عايز زي محمد كده يفضل معايا عشان يغرم، لا انا عايز الواحد يقول سؤاله او يقول اللي هو عايزه ويقفل على طول ويسمعني من التلفزيون، لان انا مش هدفي ابدا ان حد يغرم 5 جنيه. فبالتالي ان شاء الله يعني شوفوا بقى سيدنا، نسمع سيدنا سهل التستري كان بيعمل ايه. كان له جار يهودي، هذا الجار اليهودي له مرحاض حمام اعزكم الله طهركم الله، هذا الحمام له ثقب كبير يصب في بيت سيدنا سهل التستري. بقي هذا الامر 20 عاما، 20 سنة البراز والبول بتاع هذا يعني هذا اليهودي واهله بيقع في بيت سيدنا سهل. كان سيدنا سهل يجيب برميل ويضع القاذورات فيه ويحمل هذا البرميل على كتفه حتى يمشي به مئات الكيلومترات في الجبل ويحفر له حفرة ويدفن، مش يوم ولا 2 ولا 10. وبالتالي جاء سيدنا سهل، جاءه داعي الموت، جلس نام على فراش الموت، فقال لبعض أبنائه أو لخادمه ادعوا لي جارنا اليهودي، فدعاه فقال ادخل فانظر، فنظر فوجد برميلا مملوءا بهذه القاذورات أو الفضلات، فقال منذ متى يا جاري وأنت تفعل ذلك؟ قال منذ 20 عاما. قال ما الذي دعاك على أن تسكت 20 عاما ثم تأتيني؟ قال إسلامي، ديني دعاني أن أتحمل أذى جاري وأن أكف أذاي عنه. قال ولما دعيتني اليوم؟ لما دعوتني اليوم؟ قال لأني أشعر أنني سألقى ربي، فلا أعرف ولا أدري ما الذي يأتي من بعدي ويسكن هذه الدار، سيتعامل معك من خلال الدين ومن خلال ما أمرنا به الله وأمرنا به رسول الله أم لا؟ فأخشى ألا يعاملك معاملة حسنة بمكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسيء إلى ديني ويسيء إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول له اليهودي أبهذا أمركم دينكم وبهذا كان يتخلق نبيكم؟ قال نعم. قال أشهد أن هذا هو الدين الحق. ودخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة بفضل مكارم أخلاق هذا التابعي.
ما أحوجنا نحن أن نتعامل بهذه الأخلاق في شوارعنا وفي مياديننا، وكيف يتأتى لنا ذلك وأنا أرى بأم عيني، بأم رأسي، بعيني البصيرة وعيني البصر، أرى في ميادين القاهرة سمات في شهر رمضان لا ينبغي أن تظهر ولا ينبغي أن تكون. شباب فتي قوي يأكل في نهار رمضان ويشرب في نهار رمضان ويمسك بالسيجار في نهار رمضان. حقا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكن مصر الحبيبة هكذا وصل الأمر في شوارع مصر وفي ميادينها إلى هذا الأمر. أما نستحي من الله؟ أما آن الأوان أن نعود إلى الله عز وجل ونحن أنفاس معدودة وآجالنا محدودة؟ أما آن لنا أن نستحي من الله قبل أن نلقاه على فراش المعصية أو في موضع معصية، سواء كان في الشارع أو ميدان أو في بيت أو ما إلى ذلك؟ يقول لي شاب بالأمس القريب: الحمد لله أن جاء رمضان. فأقول له: ما الذي يعجبك في رمضان؟ فيقول: يعجبني أن أبي لا يشرب الخمر إلا في آخر ليلة من رمضان، ليلة العيد. حول ولا قوة إلا بالله، طوال شهر رمضان صائم عن شرب الخمر وبيتعبد، بيختم الشهر الفضيل، شهر التهجد، شهر القيام، شهر مبعث رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في شهر رمضان. إذن شهر نور رسول الله الذي بعث بالنور ليأخذ بأيدينا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام في شهر رمضان. يعني المفروض أن إحنا أي شيء يودي بنا إلى الهلاك وإلى الجاهلية وإلى العودة إلى الوراء نبتعد عنه، احتفالا واحتفاء بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شمس الهداية، شمس رسول الله، أشرقت في شهر رمضان ونزل عليه أمين الوحي في شهر رمضان بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأنت علمت أن شهر رمضان شهر الأمة، وعلمت أن فيه صياما وقياما وتهجدا وقراءة للقرآن، مع أن قراءة القرآن يجب أن تكون طوال العام مش في شهر رمضان فقط وأترك المصحف. أختم هذه الباقيات الصالحات كلها بغضب الرحمن، باحتفالي بليلة العيد بشرب الخمر. هل هذا يليق بالله عليك؟ هل هذا يليق؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعملك في القياس بديع. إن كان حبك للإله، إن كان حبك لله مخلصا، إن المحب لمن يحب مطيع. إزاي أنا ببقى صايم طول الشهر عن الحرام، وبالتالي صائم في نهار رمضان عن الحلال، ثم بعد ذلك أختمه بالحرام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا عندي بنتي قاعدة 5 سنين عندها ناس عشق، وديتها كتير لدكاترة وبتاع دوت، وناس بتعالج بالقرآن، ورغم ذلك أول ما ترجع البيت بيرجع ثاني، بيقول إنها طلع وبترجع بيرجع ثاني، وبعدين بتبقى نفسيتها تعبانة، ودايما تصير المشاكل معايا ومع أمها ومع أخوها وأخواتها ووالدها، وهي تعبانة الوقت. عايزة رقم حضرتك عشان هي تتواصل مع حضرتك وتحكي لك. طيب حاضر، خد الرقم الكنترول. حاضر، بس أنا أتواصل معايا في التليفون، أنا خدمكم تحت أمركم في القناة تحت أمركم، لكن انا عشان يعني حتى لو قلت لها، ناس كتيره جدا بتزعل مني، بيقولوا احنا هنجي لك
المكان اللي لا انت لا هي مش هتيجي حضرتك. طيب هي خلاص هتقول لحضرتك على الحاجات اللي هي انا موافق خلاص. خد الرقم من كنترول وتحت امركم. محدش يزعل مني. انا مش عايز ادخل. اولا والله وقتي ما بيسمح، وقتي لا يسمح. الحاجة التانية ان انا لما اروح اكلمكم بمنتهى الامانة ومنتهى المصداقية ومنتهى الصراحة، لما اروح لمريض او لمريضة سيان يعني بالنسبة لي والله ما بتفرق. فعايز مجهود عشان بفضل الله عز وجل انا يكون عندي طمأنينة ان المريض ده الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومنه وكرمه وفضله وحده لا شريك له، لا ناقة لي ولا جمل في هذا الأمر. أنا لسان يعني، وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الوعاء قلب. بحاول بقدر الإمكان، بحاول بقدر أضرع لرب أن يرزقني في جزء من الإخلاص يا رب. فبالتالي بقرأ كلام ربي بهذه الكينونة وبهذا الكيف الذي أحكيه لحضراتكم. فبالتالي بيحدث أن بعلم يعني بشوف أن الجن خرج لأن المريض بدأ يستريح وبدأ أعيد القرآن، أعيد تاني وتالت آيات إبطال السحر، تاني وتالت ورابع وخامس عشان الجن يتحرك ويعمل وكلام ده كله، واجتهد في الطاعة لله عز وجل وفي إيماني بالله عز وجل. فبلاقي خلاص ان المريض ما بيتأثرش، فبالتالي بحط له برنامج. الحاجة التانية بأفضل انا بقى أقفل وحصن الجسد بآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والفاتحة والأدعية كتير جدا. فبيحصل ان اليوم كله واحيانا يبقى بيدخل جزء من الليل راح. طب انا ملتزم بشغلي بمسجد فجر ظهر عصر مغرب عشاء واحد، نمرة اتنين بفضل الله عز وجل من خلال قناة الصحة والجمال، ربنا رزقني بكم قناة بفضل الله عز وجل بعمل فيهم برنامج اسمه فرسان في زمن النبوة، كل يعني بتكلم عن أصحاب سيدنا النبي عشان نقتدي ونهتدي بأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي بفضل الله عز وجل واخدين وقت كل ده، غير ان انا في دروس على عاتقي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحلل لنا الملاليم والدراهم اللي بيدهلنا وزير الأوقاف، فبالتالي بحللها بقدر الإمكان بالدروس والصلاة وفي المسجد. أنا ماليش دعوة يدي بقى أنا قبلت هذا العمل بهذه الملاليم أو الدراهم، أنا طبعا لا أشكو إلا لله عز وجل، ولكن يعني إن شاء الله كلنا هنقف أمام ربنا سبحانه وتعالى، ولنا الله كل الأئمة والدعاء لهم الله عز وجل في كل من يتفنن في أن يجعل الإمام يمد يديه لأحد أو يتسول من أحد. والحمد لله رب العالمين ما فيش إمام بيمد يديه لحد، وبفضل الله عز وجل الإمام العامل، الإمام اللي بيتقى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له أبواب. ولكن الواحد بيبكي دما حينما يجد إماما يلبس عمامة الأزر أو يحمل القرآن في طيات قلبه، ولكن عشان يأكل حلال لابد يذهب لكي يعمل في مطعم أو يعمل وراء صنايعي عشان يجيب 40-50 جنيه عشان ياكل حلال. لماذا؟ لأن العاملين بالدولة هم عاملين بالدولة، والقائمين على وزارة الأوقاف يريدون ألا يقيموا دعوة في مصر وفي البلاد العربية الإسلامية للأسف الشديد. أنا أقولها لله ولا أخشى في الله لومة لائم، وإذا واجهني أي شخص من رئيس الجمهورية لوزير الأوقاف هقول له هذا الكلام في وجهه. يعني لا يعني الواحد يبكي دما لما يجد انسان خريج حقوق ما كملش 3 4 5 سنين شغال في هيئه قضايا الدوله او نيابه اداريه او نيابه عامه او نيابه عسكريه او مجلس الدوله وبياخد 15000 جنيه، وامام له 20 عاما يعمل في حقل الدوله واكثر ما بيكملش بحوافزه بالدروس 1700 جنيه. لنا الله لا نشتكي الى الله عز وجل. ثم بعد ذلك المسؤولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ان احنا بندي للامام بتاع، نبص ما فيش حاجه للامام، بل الشهر الماضي خصم من كل امام 450 جنيه. هل هذا يرضي الله عز وجل؟ لنا الله، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت وحيث شئت انك على ما تشاء قدير. لو انا ظالم ربنا سبحانه وتعالى ينتقم مني، لو هم ظالميني ربنا يعفو عنهم
ويصلح حالهم، مش ظالميني انا، ظالمين الائمه يعني والدعاء، ربنا يصلح حالهم ويفقههم في دينهم ويردهم الى دينهم مردا جميلا. انا لا ادعو الى احد، ولكن انا بشوف شكوى الائمه النبلاء الذين يرجون طاعه الله عز وجل ويرجون حلالا. فبالتالي يا امه الاسلام، مكارم الاخلاق لابد ان نعيدها الى ديارنا اذا كنا نريد بحق ان نرفع رايه الاسلام وان نكون نبراسا وفرسانا يقتدى بهم كما اقتدى السابقون، ونقتدي نحن باصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كامثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وعمار، والنساء تقتدين بسميه وام عماره نسيبه بنت كعب وام المؤمنين خديجه وعائشه وبنت رسول الله فاطمه الزهراء وما الى ذلك. طيب انا في حاجه تذكرتها كان نفسي اقولها لحضراتكم وربنا سبحانه وتعالى ذكرني بيها، الا وهي ان كل اخ واخت انا اعطت له برنامج قبل رمضان ممكن يقول لنفسه لا بقى خلاص في رمضان، سيدنا النبي بيقول وصفدت الشياطين، ده البرنامج ده اعمله بعد رمضان. اقول له لا، ده الاولى والاحرى بيك ان انت تعمل البرنامج ده في رمضان، لان العلاج في رمضان معلومه بقى، العلاج في رمضان بيكون اسرع وافيد ومفيد واقوم وناجح ويؤدي الى الغرض والهدف عنه في غير رمضان. يعني اللي خد برنامج مني انه يمشي عليه من شهر الى شهرين على الاكثر وبفضل الله عز وجل بياتي الشفاء. هو صحيح لو في معالج بالقران فقط وراح لمريض في خلال يوم كامل، فرغ نفسه يوم كامل للمريض، فبفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل مهما كان هذا المارد، بفضل الله عز وجل لو قرأ عليه آيات إبطال السحر مكررة، فبفضل الله عز وجل بيفر من الجسد أو يطرد أو ربنا سبحانه وتعالى بيغنينا عنه، وبعد كده بيبدأ يحصل الجسد. أما طالما إن مفيش، هو ممكن المريض لو يتحمل وعنده همة وإرادة وعزيمة وقوة إن هو يستمع إلى الرقية الشرعية اللي فيها آيات إبطال السحر وآيات المس وآيات الشفاء وآيات التحصين والحفظ للجسد والأدعية المتواترة على رسول الله، والحمد لله فضل الله كل ده عملناه بدل المرة 10 مرات. لو المريض عنده الطاقة دي إن هو يفرغ نفسه من يوم لثلاث أيام يسمع بالعزيمة والهمة والإرادة دي وما يجزعش، وأهله كمان اللي حواليه ما يجزعوش، هو ما بيصرخش، ده الجن اللي بيصرخ، الجن اللي بيتألم. لو كان عنده الصبر ده ونحن في شهر الصبر دلوقتي يسمع الرقية من يوم لثلاث أيام، يعني ممكن من يوم يفر الجن ويحصن نفسه بقى ويدأب على الإخلاص والطاعة لله عز وجل والوضوء والصلاة على وقتها ولزوم الجماعة، كل دي حاجات كلها أشياء وتحصينات تفيد المسلم من كيد شياطين الإنس والجن. الإخلاص لله رب العالمين، العبودية الكاملة لله الواحد القهار، لزوم الجماعة ولزوم صلاة الجماعة أيضا، يعني لزوم الجماعة أنه دايما وأبدا ما يخرجش عن الصف. مش شايف أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمعين على كتاب وسنة رسول الله يخرج هو يبقى اسمه إيه؟ أنا لا ما بحبش، أنا لا بعنده وعناده، لا هو عايز يكون معارض دائما وأبدا. في ناس كده لا، إلزم الجماعة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على باطل، وفي رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، ويقول صلى الله عليه وسلم إلزموا الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الشاردة البعيدة عن الجماعة. كذلك أيضا لزوم صلاة الجماعة، الصلاة في وقتها لها أفضلية كبيرة جدا جدا. كمان أن أنت لما بتسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأول ما أنت تتوضأ وتهرول الشيطان بيتركك ويهرول وله درات، يبقى بالتالي أنت في عوامل مساعدة للتخلص من كيد المرضى والأبالسة والشياطين، منها الآذان والوضوء والذهاب إلى المسجد. لم تخطو خطوة إلا رفعت عنك خطيئة وحطت عنك
سيئة ورفعت ووضع لك حسنة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرفع لك الأجر حسنة في كل خطوة وبيضع عنك سيئة. كمان أنت من المعمرين لبيوت الله عز وجل، قلبك معلق بالمساجد. وكمان لما تلاقي شاب كده أو رجل طيب صالح تصادقه دائما وأبدا، يذكرك بالله وتذكره بالله، يبقى أنت كده في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، بخصال عدة. أولا قلبك معلق بالمساجد في ظل عرش الرحمن، تعلقت برجل تحبيتم في الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يبقى بالتالي كذلك أيضا أنت دائما وأبدا على الطاعة وتخاف المعصية. حينما تعرض لك المعصية تقول إني أخاف الله رب العالمين. فشوف بقى في أنت في نعم. تخيلوا دلوقتي بيقولوا النهاردة درجة الحرارة هتبقى في الظل 42. الناس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، أنا سامعك. ازيك يا شيخنا؟ والله في ستر ونعمة. كل عام وأنت الله أقرب وأنا طاعته. الله يعزك، ربنا يجمعنا وإياك والمسلمين على طاعة الله. الله أسأل الله أن أحبك في الله. أنا أول مرة أشوف حضرتك والله، بس أنا عمامة الأزهر لا هيبة عندي لأن أنا أنتمي لهذه المؤسسة. ده شرف. ده شرف 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 ان احنا نحب في الله. ربنا يعزك يا مولانا. الله يغفر. عايز احكي لك موقف. يعني انا كنت دلوقتي يعني بقى لي فتره الكلام ده انا لاحظته لما انا ابتدات ان انا اذن وكده، فطبعا حسيت ان انا بحس برعشه والكلام ده، فتابعت انا عملت موضوع رقيه شرعيه، وانا اصلا يعني الحمد لله راجل ازهري، فمشيت على الموضوع ده كتير وبدات ان انا اقرا على ميه واتبعت كل الطرق الشرعيه ماشي. فحتى في شيخ صديق ليا بدات ان هو خليته يقرا عليه في المسجد وكده، بدات ان انا برضه ارتعش وكلم من ده. انا ان كده الشيطان كان ضعيف، انا مش خايف منه ولا كلام من ده، بس اخدت فتره على الكلام ده، ارجع اذن تاني ابص الاقي نفس الكلام حصل. بس اقرا قران ما عنديش مشكله، استمع للرقيه ما عنديش مشكله، بس انا حاسس ان انا برضه لسه في حاجه. والموضوع ده بعد الترم معايا، فالشيخ قال لي الكلام ده عندك بقاله فتره طويله وانت مش عارف بقى مش عارف اعمل لك ايه. طب ايه اللي بيحدث لك؟ ايه اللي بيحدث معك؟ حضرتك انا اجي اذن احس برعشة شديدة في رجلي، مثلا اصلي في الناس امام ابدا ان انا مثلا اقرا في سورة البقرة او كده احس ان انا اضيق واحس برعشة في الجسد. نعم. بص يا اخي الفاضل، بص يا اخي الفاضل، وانت بتقرا الايات اللي بتجيلك الرعشة دي في رجليك، انت عارف بتمسك المكان اللي فيه الرعشة دي وبايدك بكف ايديك كده الاثنين وبتعصره كده كانك بتعصر ثيابك كده هكذا. أيوة. بتعصره. أيوة. بتعصره بنيه ان انت بتخرج كل اللي في الدم وفي كل اللي في جسدك بتطرده بره. معايا حضرتك بالنيه دي؟ بالنيه دي أيوة. وكون انت على يقين خلاص الحمد لله رب العالمين. يعني انا مش هقول لك انت استاذي وعلى راسي من فوق، ربنا يعينك، طالما انك انت خلاص عارف ان كيد الشيطان كان ضعيفا وان بفضل الله عز وجل انت بتحمل في طيات قلبك القران الكريم، فبالتالي هو نفسه هو اللي عايز يتخلص، هو اللي عايز يطلع منك. هو لو في حاجه، لا بس اقول لك حاجه بقى اعرفها، احيانا لما يكون الانسان معاه حاجه لفتره كبيره، معايا حضرتك، ويكون هي خرجت بالفعل، القرين بتاع الانسان، وانت عارف ان كل واحد فينا معاه قرينه، والقرين دائما وابدا بيبقى عاصي الا قرين رسول الله ربنا اعانه عليه واسلم. القرين بيهيئ وبيوهم الشخص ان لسه معاه حاجه عشان دائما وابدا يبقى الانسان عايش مهدد وفي رعب وحاجه شغلاه عن الله سبحانه وتعالى. معايا؟ ايوه معاك. انا بشبه الجن. أيوة. بشبه الجن يا اخي الفاضل، اعزك الله واعز كل المشاهدين والمستمعين، بشبه الجن بالكلب. الكلب لما يحس ان الانسان خايف منه بيهجم عليه، لما بيحس ان الانسان اللي قدام منه قوي وبيجري وراه بيجري وبيخلص يعني كده بيجر واطي يعني. هكذا الشيطان لما بيلاقي اللي قدامه قوي بايمانه بالله وبثقته في الله الواحد القهار بيبان ضعفه الحقيقي. فانت هتقرا القران وتمسك جسمك كده كانك بتتخلص من كل افه في جسمك بتطردها بره. معايا؟ ايوه فاهم. وبعد كده تركز في عقلك الباطن.
وفي عين البصيره اللي في قلبك وعيني البصيره اللي في وجهك البصر اللي في وجهك ان خلاص الحمد لله انا راجل معايا القران وان بفضل الله عز وجل بايماني بالله عز وجل انا الشيطان بامر الله عز وجل هو اللي يقول هو اللي يفر من امامي مش انا اللي اهرع واخشى او اخاف منه. معايا يا اخي الفضل؟ الله المستعان. ولو في انا ارجع منه حضرتك انا قرات على نفسي مره واثنين وثلاثه وما ذهبتش لدجال لان انا عارف ان ده شرك. انا لم اذهب الى دجال او الى عراف الله اكبر الى اخره لان انا اؤمن بالله الحمد لله رب العالمين. فانا طعمت نفسي في ايمان هل ده قله ايمان مني؟ فانا قرات على نفسي مره واثنين وثلاثه واتبعت الرخصه واتبعت الموضوع المايه لحد ما في مشايخ ادلوني على طرق قال لك حاجات نار كده فانا لقيت الكلام ده مش متواتر ولا نصيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اتبع تلك الطرق. طيب هقول لك حاجه بقى وان شاء الله هتدعي لي على طول وما يحصلش حاجه بقى خلاص حاجه كده انا ربنا ذكرني بيها ربنا موضع الرعشه بتاع رجلك دي اعمل حجامه اعمل حجامه عليها وانت بتعمل الحجامه اقرا على طول باستمرار ايه الكرسي وهو الدم بيخرج منك وبفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل هتدعي لي مدى الحياه وانا ادعو لك بظاهر الغيب ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ امه محمد من كل سوء ومن شياطين الانس والجن. معايا يا اخي الفضل؟ الله المستعان يا مولانا جزاك الله خير. اعمل الحجامه وانت بتعمل الحجامه انا عليك بايه الكرسي واستغيث بالحي القيوم وكرر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وبامر الله وخرج من دماغك الكلام ده لان اللي زيك استحال ان شاء الله باذن الله يمكث معه شيطان ابدا بفضل الله عز وجل وانا لا ازكي الله احد ولكني احسبك كذلك. فان شاء الله باذن الله يعني احنا بنحسن الظن باي انسان في جوفه ايه من القران ما بالك بقى ان بفضل الله عز وجل ما فيش انسان على وجه الارض في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرا الفاتحه. يعني دي السبع والمثاني أم الكتاب. فبالتالي بفضل الله عز وجل الإنسان المبتلى لو قرأ سورة الفاتحة بتجارة مع ربنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت السلام عليكم مرة واحدة وطي التلفزيون هتسمعيني كويس. اتفضلي. انا عندي مشاكل كتير الله يخليك فعايز رقمك المخصوص بتاعك عشان عندي مشاكل كتير كتير في حياتي وتعبانه نفسيا يعني مش كل حاجه فيها جسديه والدنيا كلها قفلت في وشي مش عارفه انا عايزه اتكلم معاك الله يخليك مرتاحه لك ومرتاحه لكلامك ربنا يبارك لو سمحت الله يخليك اديني رقم تليفونك استاذ خصوصي خذيه من الكنترول ربي يبارك لك في اولادك يا رب وفي حياتك يا رب يا رب يا رب يا رب يشفي امه محمد اجمعين. حاضر. يعني شوف بقى الانسان اللي عنده سوره الفاتحه خلاص كلنا بفضل الله عز وجل معانا الفاتحه. تقرب الى الله عز وجل بسوره الفاتحه ان ربنا يحفظك من كل سوء دائما وابدا. الفاتح مع الفاتحه كلنا نعرف نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي باق لا يفنى ولا يموت وهو على كل شيء قدير. كبيره قوي دي يا شيخ علينا خفف شوية. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب حاجة سهلة تانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طب أنا هقول ما بقولش التحيات ده أنا هصلي كده أقول اللهم صل على سيدنا محمد أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واحد ده بس أنا سمعت شيخ بيقول سيدنا النبي بيقول لا تسيدوني في الصلاة. طب يا سيدي ما انتش في الصلاة اهو وبعد كده ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول شافع وأول مشفع ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأول من يمسك بحلق الجنة ولا فخر وأول من يقرع بابها ولا فخر فيقول رضوان خازنها من فأقول محمدا فيقول والذي بعثك بالحق نبيا ورسولا بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسعد لما أنا بشعر وبحس أنا حاسس أن أنتم بتصلوا على سيدنا النبي ومبسوطين أوي أوي لما أنا بذكركم بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم بفضل الله معظم الأمة ما بتنساش أبدا حبيبها وشفيعها
وقرة عينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا الفاضل بيقول لي هل ده ضعف إيمان مني لما بيحصل كده، لما حصل معايا واني يعني دخل لي المس او كده؟ لا ابدا، مفيش ضعف ايمان ولا حاجه. هو عدوك الشيطان، لو ما حاربكش انت يا حافظ القران ويا حامل القران يا من تصلي بالناس هيحارب من؟ بالعكس، ما يعني لما اتى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انني حينما أدخل في صلاتي أتذكر أشياء لم تكن ببالي قط، مش على بالي خالص، ما بفكرش فيها، لكن ما بتجيليش أشياء من سنين طواها الزمن، ولكن في الصلاة بقى بتجيني. زي ما كنت مثلا واحدة أختنا مثلا أو أم لينا يعني أول ما تدخل في الصلاة الشيطان الرجيم يقول لها ده انت ناسي الاكل على البوتاجاز وهيشيط، ده انت ما تشيطش التومه للملوخيه، عايزها تقول تسيب الصلاه وتطلع. صاحبنا ده بقى الصحابي الفارس ده البطل ده قال لسيدنا النبي كده ان في الصلاه بيجي لي بينزع لي الشيطان ده. سيدنا النبي قال له ايه؟ عايزين تسمعوا سيدنا النبي قال ايه؟ صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذاك شيطان يسمى خنزب، فإن جاءك فانفس عن يثارك سلاسا هكذا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ الفاتحة بخشوع وأنت تسمع نفسك. تسمع نفسك بقى، ما تشوش على جارك وتقول بسمع نفسه والشيخ قال لي وسيدنا النبي، لا يا أخوي، الحمد لله رب العالمين. شوف يعني كده انت بتركز قوي، بتركز قوي مع عقلا وقلبا وجسدا تكون مع الله عز وجل. ولذلك اللي قبلنا قالوا اول ما تقول في تكبيرة الاحرام الله اكبر بترمي الدنيا كلها بمشاغلها ومالها وولادها وكل اللي فيها بترميها ورا ظهرك، انت مع الله. طيب اذا كان ده صحابي وخنزب اللعين بيطاردوا وبيحاربوا، هل ده بيقدح من إيمان هذا الصحابي اللي هو بيجلس أمام سيدنا النبي وبيسأل سيدنا النبي وبيتنعم بالجلوس مع سيدنا رسول الله وبيستضاء بوجه ونور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل ده كان إيمانه ضعيف؟ لا. طيب ما عليك بقى تقول بلاش الصحابي، هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه اليهود في شتى بقاع مكة والمدينة وجابوا لبيد بن الأعصم وسحروا بسحر الرباط ده اللي هو عن, عن, عن أزواجه، وبعد كده نزل جبريل الأمين بالمعوذتين وقال له أن السحر بتاعك في بئر كذا بين خف كذا، وأتوا بهذا السحر و قال له يعني نزل بالمعوذتين وقال خذهما رقيا وأمر أمتك بهما فهما من تحت كنز عرش الرحمن. يعني المعوذتين بلاش بقى حد، يعني بلاش بقى تطلب من الشيخ محمد وغيره الرقية الكاملة، اللي عايز يستبرأ لنفسه بالمعوذتين. صحيح هو ده كان سحر الرباط سهل، في أسحار برضه عشان نقدر نفسر ونفصل بعمق ونقول احسن واحد يقول لك انا بقرا المعوذتين كده، لا ده كان سحر ربط حاجات بسيطه ما يقدحش في عصمه سيدنا النبي، وما كانش بيغيب عقل سيدنا النبي ابدا ولا فكر سيدنا النبي ولا 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 اي حاجه في اسلوب الدعوه في امور الدعوه وامور الدين. فبالتالي المعوذتين لهذه الامور البسيط، لكن في اسحار سفليه وفي آيات السحر قلتها لكم برقم الآيات والصور وقلتها لكم بصوتي وبتسمعوها من مشايخ أفضل مني مئات المرات، فلو كررت هذه الآيات بكثرة. طب ليه كررت بكثرة؟ لأن أحيانا أو مش أحيانا غالبا السحر السفلي بيتعمل من خلال، هو عبارة عن طلاسم وعقد، طلاسم وعقد، فتكرار آيات إبطال السحر
في كل مره الايات دي بتبطل عقد، بتبطل بتفك عقد، تفك عقد، تفك عقد. فدائما وابدا الساحر عليه لعنه الله او عليه من الله ما يستحق بيعمل السحر السفلي على عقد كثيره جدا جدا جدا، عشان لو جاء شيخ او لو المعالج حب يعالج نفسه وقرا ايات ابطال السحر مره واثنين وثلاثه، ما هو في عقد بتاع يعني مئات العقد. فبالتالي لو 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 قراها كتير اكتر من العقد خلاص صاحبنا بياخد بعضه ويمشي، الخادم بياخد بعضه ويمشي ملوش مكان. طب لو بقيت عقده واحده لم تفك بيجدد نفسه تاني، او الخادم بيستقوى تاني وبكأن شيئا لم يكن. عرفتوا بقى ان المعالج بالقرآن عايز يوم كامل مع المريض، وطبعا في الاول وفي الاخر الشفاء من الله، الاذن بيأتي من الله عز وجل. احنا بناخد بالاسباب، نصحح النوايا، نخلص القلوب، نستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى بتدبرنا للقرآن، نخلص النية لله عز وجل ونترك البقية لله سبحانه وتعالى. ليس لنا حول ولا قوة، الحول والقوة لله عز وجل. فممكن من أول خمس دقائق الجن يقول لك والله أنا يا أخي أنا هسلم معك لله رب العالمين، أنا أتعبت كده، وبالفعل بيسلم، وبتقول له اذهب لمكة والمدينة وعيش هناك، وبالفعل خلاص ربنا بتحفظ بتحصن وتحفظ بآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والأدعية المتواترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسبع المثاني اللي هي الفاتحة، وبتأمر المصلي إن هو يدأب على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الأذكار وعلى الوضوء، وخلاص ربنا بيسلم من أول خمس دقايق يوم كامل وربنا بيكرم. لكن هتقول لي هل لو معالج القرآن استمر يوم واثنين وثلاثة هل المريض ممكن يخرج؟ أقول لك استحالة ومجربة. يعني أقصى حاجة لمعالج القرآن اللي عنده يقين في الله رب العالمين لما يكون بقى قبائل شتى من المرضى وأسحار معقدة وسفلية 3 أيام. أحيانا في وقت الشباب كنت أنا وأصحابي نقعد نبات باليومين ثلاثة عند ناس والله ما نعرفهم، والله الذي لا إله إلا هو، الواحد كان يعني بيستحرم اللقمة عنده أو شربة الماء، لأن الواحد بيخلص نيته إنه جاي لله. ومع ذلك بفضل الله عز وجل قاعدين في جماعة، قاعدين في جماعة، العيلة كلها قاعدة، وبفضل إحنا بنقرأ 3 4 مع بعضينا، ومفيش بقى حد يعني المريض قدام مننا كده وهو عمال يتلوى ويتكوى. الأهل المريض بيبقى هم أمرض يعني أو أتعب منه أو يعني بيشعروا بألم أكتر من المريض. فالواحد كان بيشعر بألم الناس وألم المريض ده أكتر. فعشان كده الواحد يعني لا تعلموا، أنا معاكم من 2009 في البرنامج ده بفضل الله عز وجل، بقول كفاية كده، لكن بقول لا، طب ما أقدرش أتأخر عن أحبابي وما أقدرش أتوقف عن البرنامج ده خدم، عشان خاطر إن أكيد 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 لو في اليوم الواحد إنسان واحد استفاد، إنسان واحد ربنا كرمه، إنسان واحد ربنا جعل ذاق طعم الإيمان لما يسمع حديث من رسول الله وكون سبب فيه، يبقى ده خير لي من الدنيا وما فيها، لأن إحنا مقصرين في حق رب العالمين وفي حق سيد المرسلين مهما فعلنا ومهما تعبدنا ومهما خشعنا ومهما تهجدنا. والله الذي لا إله إلا هو لن نؤدي للخالق العظيم نعمة البصر، نعمة واحدة أنعم الله عز وجل علينا بها، ولن نؤدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما واحدا أوزي في سبيل الله حتى يأتي لنا هذا الدين الحنيف على طبق من نور، على طبق من ذهب، فنولد ولسان حالنا بفطرتنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من كان من قبلنا فكانوا ينشرون بمناشير ولا يثنيهم ذلك عن قول لا إله إلا الله. حتى أصحاب رسول الله كخباب بن الأرت وخبيب بن عدي وبلال بن رباح وصهيب الرومي وياسر وعمار وسمية أصحاب الجنة وأهل الجنة، هؤلاء كانوا يقطعون من لحومهم قطعا قطعا وهم دائمون على قول لا إله إلا الله
أحد 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 أحد. أما نحن في زماننا الحاضر ندخل المساجد وإذا انطفأت التكييفات لحيضات، تقوم الدنيا ولا تقعد، تقوم الدنيا ولا تقعد. يا إخوانا المرضى أولى بالكهرباء دي مننا، احنا نوفر للمرضى لأصحاب الحوادث والعياذ بالله نجانا الله وإياكم، لكن لا، يعني وعايز يدخل يلاقي كرسي ويكتب عليه اسمه والمكان المعين ما يتنقلش منه، وهو ما حدش يجي جنب مناخيره، والتكييف اللي هو قاعد قدام منه ما يغلقش لما هو يقوم، لما يقوم لا يغلق بقى، مش مهم للناس التانية. للأسف الشديد، للأسف الشديد أنا أشياء بقولها كده ما بستهزأش بحد أصلا، أنا بقولها بعالجها، لعل حد يسمعني من أحبابي دلوقتي في مسجد أم المؤمنين سيدة عائشة ويقول لا مش يعني هنستغنى عن التكييفات طاعة لله عز وجل أو عن المراوح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحصى هو وأصحابه، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونهم في الرمضاء في الظهيرة ويضعون الأحجار الملتهبة المشتعلة على صدورهم، بل كان سيدنا خباب بن الأرت كان صانع السيوف كانوا يحمون الحديد حتى ينصهر الحديد وينيمونه بظهره على الحديد، حتى لم يكن في جسد سيدنا خباب بن الأرت موضعا لا يوجد فيه برص. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة. الشيخ محمد. نعم. أنا زوجة متزوجة من 8 سنين وما خلفتش غير مرة واحدة، ولما بسمع البكرة أنا نحس تنينة في إيدي. طيب إحنا هننتظر اتصالك أختي الفاضلة عشان تقدري تكملينا برضه ونستفيد، وبعد كده نقول، لان ما مش اي حاجه نقولها، يعني كل حاجه ان شاء الله بيبقى لها حاجه، زي الطبيب العضوي بالظبط، ما بيقدرش يدي العلاج ده لده لده، لا كل واحد حاجه له علاج. وطبعا ده ما يعني ما اخترعناش احنا، ده موجود في كتب الطب النبوي وفي كتب الرقى وفي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، آيات السحر، آيات الشفاء، آيات المس، آيات اللبس، آيات التحصين والحفظ وما إلى ذلك، وطبعا فيه أدعية درسنا. السلام عليكم أستاذ شريف. السلام عليكم أستاذ شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيب. والله في ستر ونعمة وأنت بألف صحة وألف سلامة. والنبي يا شيخ أنا مخنوق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان حالفا فليحلف بالله، سيدنا النبي على رؤوسنا، بس ده هيغضب مننا، هيزعل مننا سيدنا النبي، فاحنا بنحب سيدنا النبي. والله يا شيخ انا مخنوق بقالي بتاع شهر كده، مش طايق الشقه ولا طايق اروح الشغل. ومش عارف اعمل ايه يا شيخ، ورحت فرحة ربنا الواحد اللي هو بيطلع، انا قلت يمكن عندي حاجه في جسم ولا حاجه. رحت لواحد اللي هو بيطلع بيقول لك العلاج مجانا بالقران. مش عارف اداني ايه كده، وحطيتها في صورية وبعد كده رميتها، ما خليت ناس اتخنقت منها. انا مش عارف اعمل ايه يا شيخ، اعصابي كلها سايبه الصبح، او من الصبح اعصابي سايبه، مش قادر اقعد في الشقه. ايه اللي بيحصل لك يا شريف؟ والله يا شيخ مخنوق كده، يعني انا مراتي على ولادها اهي، مخنوق مش حاسس باللون اللي جاي، ولا حاسس بفرحه، مش حاسس بالدنيا خالص. اقوم انام الاقي نفسي اقوم مخنوق، تبقى لك وانا عندي جلطة. طب انت لما بتخرج بره بتبقى طبيعي؟ يعني ارتاح شوية ارتاح شوية، خدت بقى حضرتك لما اشم الهوا كده، تبقى لك وبعد اوقات كده وانا بصلي بتخني، بعد اوقات وانا بصلي بتخني. طب بقول لك حاجة يا حاج شريف، اتفضل. لما ربنا سبحانه وتعالى احبك وابتلاك بالجلطة، ربنا يعفو عنك ويشفيك ويشفي كل مريض. اللهم امين. انت صعب عليك نفسك؟ طبعا نفسك الجلطة. وتعبت وبكيت على نفسك شوية؟ ايوه. طيب
ده انت في نعم كثيره. قول الحمد لله. الحمد لله يا شيخ. قول 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 استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم بقول على طول والله. من كل ذنب. من كل ذنب. واتوب اليه. واتوب اليه. تبت الى الله. تبت الى الله. ورجعت الى الله. ورجعت الى الله. وندمت. وندمت. على ما فعلت. على ما فعلت. وعزمت. وعزمت. الا اعصي الله ابدا. الا اعصي الله ابدا. وبرئت. وبرئت. من كل دين. من كل دين. يخالف دين الاسلام. يخالف دين الاسلام. رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا. وبالاسلام دينا. وبالاسلام دينا. وبمحمد رسولا. ومحمد رسولا. ورضيت بقضاء الله وقدره. ورضيت بقضاء الله وقدره. رضيت بقضاء الله وقدره. رضيت بقضاء الله وقدره. رضيت بقضاء الله وقدره. رضيت بقضاء الله وقدره. ما شاء الله كان. ما شاء الله كان. ومن لم يشأ. ومن لم يشأ. لم يكن. لم يكن. إن ربي على كل شيء قدير. إن ربي على كل شيء قدير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بالله عليك وانت معايا دلوقتي في خنقة؟ يعني راحت. ارتحت والله يا شيخ بأمانة. طيب انا عارف انك ارتحت. بس طيب. عايز رقم تليفونك اكلمك يا شيخ. خلاص خد رقم التليفون وكلمني. قول لي اعمل ايه يا شيخ؟ قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. الجأ للخالق العظيم وان شاء الله. يا رب على طول الله يا شيخ. اسمع بس اقول لك يا حبيبي، يا حبيبي يا شريف، والله الذي لا اله الا هو، ايام قلائل وهتعيد مع اولادك زي الفل وهتبقى زي الفل وربنا هيعفو عنك. فبالتالي ما تلجأش لي انا. انا صحيح يمكن يمكن يا رب اكون عندي حسن الظن. يا الله بتحط فوق دماغي جبل، ربنا اللي يعلم. يعني انا عايز يعني لولا اني يعني تقول الشيخ كده انا عايز ابكي. بتحط فوق دماغي مسؤوليه كبيره جدا، جبل كبير جدا جدا، وانا والله بحبكم في الله، ولكن يعني ان شاء الله هندعو في كل سجده لكل محزون، كل مبتلى بقلب خاشع ذليل لله رب العالمين، ان ربنا يفرج كربه. انا لو طول ان انا اروح لاخويا شريف البيت وامسح على راسه وعلى صدره كده واقف جنب منه، لو عايز اي حاجه انا اعملها له اقدر اعملها اعملها، مش هتاخر والله، لان انا عارف ان احنا ايامنا قليلين قوي، فعايزين نلقاه وهو راض عنا، وعايزين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يزورنا كده في المنام، يعني رساله ببعتها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطمنا، لان برضو الواحد مقصرين مقصرين كبير. يعني احنا كلنا مقصرين مهما عبدنا ربنا احنا مقصرين. فطبعا يعني ان شاء الله باذن واحد احد، هو اخويا شريف حالة نفسية بس، ما فيش دعوة، ملهاش دعوة بالمس ولا الجن ولا كلام من ده كله، ولكن هو دلوقتي الحالة النفسية اللي جات له من خلال الصدمة المفاجأة بتاع الجلطة هي اللي خلته عمل كده. فطبعا هو ما بشكش في ايمانه، هو ايمانه بالله كويس وبيقرا قران وكل حاجه، بس طبعا اي انسان مننا بيصعب عليه نفسه، لكن في النهايه لابد ان يغلب ايمانه بالله عز وجل، لان مش ما فيش بشر جاب له الجلطه، ما فيش بشر ضره، ولكن هو اللي ربنا اللي اراد له كده عشان يشوفه هيصبر ام يجزع. عجبا لامر المؤمن ان امره كله لخير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وفي كل خير. فبالتالي أنا عايزك بعقيدة كده وعقلك كده، وبعيد بقى عن يعني حتة حب النفس والذات، احنا يعني إن آجلا أو عاجلا كنا أصحاء كنا مرضى، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصحة في الدنيا وفي الآخرة. سنلقى وجه من لا يغفل ولا ينام، يعني هنموت هنموت، هنفنى هنفنى، هتصير العظام رميم لا محالة. لابد ان احنا نعتقد هذا الكلام كده ونؤمن ايمان ونستعد لهذا الامر. خدرك معايا، فربنا سبحانه وتعالى يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، وربنا ينفعنا بهذه الاعمال. احنا كل ده عشان بنعمل ليوم اللقاء، نسعد بوجه من لا يغفل ولا ينام، وبصحبة سيد الأنام نلقاه على حوضه نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبد. ده الهدف والغاية اللي احنا جينا من أجلها للدنيا.
ولكن مهما ابتلينا سواء كان بالصحة ابتلاء بالمرض ابتلاء، فلابد ان احنا نحب الله عز وجل. ما حدش ابدا يجزع ويقول ليه يا رب، ليه يا رب ده انا معايا عيال ومعايا زوجة وبتبتليني انا وغيري، يعني ما بيحبكش أدي. لا، ده والعياذ بالله شرك، وان كان شرك اصغر، والشيطان يضحك عليك. هيستفيد بقى منك الشيطان انت واللي زيك يا اخي الفاضل شريف بالجزاء. طيب اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. فهيستفيد منك. ألو. سلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. يا شيخ انا عندي الم في الظهر في الجهه اليسرى. نعم. بالصبر دائما اني ينتقل من جهه اليمنى. نعم. واعاني كمان من هزه في الراس. هزه في الراس؟ ايوه، اشرب شباب نفسيه وتوقف مع الامراض النفسيه. انت بتاخدي دواء للحاله النفسيه؟ ايوه. اول ما اوقف الدواء النفسي 6 شهور، اول ما اوقف الدواء ترجع للجعة على طول. طب انت بتاخد الدواء من كام سنة؟ انا دحين ممكن سنتين. ايوه. بتروحي للدكتور؟ ايوه، معالج القرآن. بتداومي مع الدكتور؟ ايوه ايوه. طب رحت الشيخ معالج بالقرآن؟ ايوه رحت. قال لك ايه؟ انه في سحر. في سحر. ايوه. طب لكن الاعراض دي لما بتاخد الدواء ما بتحصلش، ما بتحسيش بيها؟ ايش يا شيخ؟ الاعراض دي لما بتاخد الدواء هي معاكي برضه هي؟ ايوه هي هي، مع القران، اول ما اسمع القران تزداد لزة على طول. تنتهي؟ لا، تزداد على طول مع القران. بتزداد؟ ايوه. طب انت ما رحتش، ما غيرتش الشيخ المعالج ليه؟ الشيخ المعالج ما عرفش يجيب معاك نتيجه. ما غيرت. لا. طيب انت سمعت الرقيه بتاعتي؟ لا، ما دورت في جوجل ما لقيتها. دورتي ما لقيتيش. طب احنا هنقول لاخواننا في قناه الصحه والجمال يحطوها على قناه الصحه والجمال. هتكتبي بس قناة الصحة والجمال برنامج خير وشفاء الشيخ محمد عبد الحليم. اللهم صل على سيدنا محمد. هاتي أي رقية لأي حد معايا؟ هاتي آيات إبطال السحر، رقية إبطال آيات إبطال السحر لأي مخلوق، لأي إنسان، وأنت اسمعيها باليقين اللي عندك في الله رب العالمين. وإن شاء الله تابعيني على القناة وقولي لي لما استمعت آيات إبطال السحر كتير متكرر الوجع الأول في الأول، أنا متأكد إن اللي عندك أنت بالذات هيزيد. فأنت يكون عندك إرادة وعزيمة وصبر وهمة وتتحملي. بعد تالت يوم ما هتحسيش بالألم اللي عندك خالص، والله أنا متأكد، أنا بحلف لك بالله، لأن أنا عارف أنا بقول إيه. يا شيخ الألم في الظهر يعني؟ الألم إيه؟ في الظهر. في ظهري؟ دايما كده. في الظهر؟ أيوه. في الظهر؟ أيوه، في الجهة اليسرى في الكتف. خلي في الجهة اليسرى في الكتف. حلو، خلاص. يبقى فعلا ده كده أنا متأكد إنه سحر. خلي أخت فاضلة، أخت مش أخ، أخت فاضلة تعمل لك حجامة في مراكز في الصعيد وفي بحر وفي كل حتة. مشايخنا الافاضل بيعلموا نسائهم في السعوديه. انت حضرتك من السعوديه، في عندكم علاج بالحجامه ونساء اللي بتعملها، انا متاكد. فبالتالي خلي اخت فاضله تعمل لك الحجامه على المكان ده واللي بيألم من جسدك، وان شاء الله بامر الله عز وجل ربنا هينجيكي. وتابعيني برضو بالتليفون، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينجيكي. تابعيني سواء كان خدتي الهاتف بتاع المحمول او على القناه، وهقول لك خطوه خطوه تعملي ايه طالما انك انت ان شاء الله عندك سحر. وبعد كده ان شاء الله هنجرب بعد
فترة بعد 21 يوم اتباع البرنامج بتاعنا نجرب فترة نبطل ناخد العلاج بتاع المرض النفسي، هنبطله بس بعد ايه؟ بعد كورس دائم او برنامج دائم على ايات ابطال السحر. وكمان حد يقرأ لك ايات ابطال السحر على مية بورق السدر وهتشربي وتغتسلي منه، كمان ايات ابطال السحر على زيت الكافور، واول ما تدهني الجنب الشمال كله بايات ابطال السحر وزيت الكافور تأكدي 100% بفضل الله عز وجل مش هتشعري بالألم اللي في ظهرك ولا في الكتف الشمال ولا الجانب الأيسر كله أبدا، أنا متأكد 100%. طيب أنت مش عارفة تجيبي الرقية بتاعتك، اتصل عليا وأنا أقرأها لك في التليفون وتسجليها، أقرأها لك في التليفون وتسجليها على تليفون بيسجل آيات إبطال السحر فقط، ولأن اللي زي الحالة اللي زيك مش عايزين ندخل دلوقتي غير في آيات إبطال السحر فقط، على اساس ان احنا نكررها 3 مرات تسمعيها على طول على طول لمده 3 ايام. بعد ال3 ايام هتقولي لي الالم هو الالم والتنميل هو التنميل ولا لا؟ فاذا كان الالم هو الالم والتنميل هو التنميل هنزود ايات العذاب والوعيد مع ايات ابطال السحر. وبعد كده نستمر لمده 21 يوم. هتقولي خلاص بفضل الله عز وجل مع ايات ابطال السحر مع دهان زيت الكافور مع الاغتسال والشرب من الميه بفضل الله عز وجل خلاص كل الاعراض بتنتهي، بنقول لك بقى بطلي توقفي عن اخذ الدواء للمرض النفسي. طيب توقفنا عن الدواء المرض النفسي، بس طبعا عايز اقول لك برضو دي هيكون باستشاره الطبيب، تقولي له يا دكتور انا عايز اقلل العلاج، لان التوقف مره واحده بعد 2 سنين بتاخدي علاج مرض نفسي هيضرك عضويا، يبقى بالتالي يا دكتور انا باخد ادي لي 2 سنين وكان عندي سحر بيعمل لي الالم ده وربنا نجاني منه، فانا عايز اخفف، نجرب نخفف مع بعض العلاج شويه. لو خفنا العلاج واحده واحده تدريجي والحمد لله رب العالمين الاعراض زالت تماما، يبقى خلاص كده بفضل الله عز وجل ربنا نجاني. انما ما بنصحكيش تقطعي تتوقفي عن العلاج بتاع المرض النفسي مره واحده، حتى لو التنميل واللي بتحس بيه كله ده راح خلاص والحمد لله انتهى، ما لا انصح ابدا بتوقف العلاج مره واحده بعد 2 سنين، لا لابد طبعا نستعمل هذا العقل ونوقف العلاج تدريجي. وطبعا ده يعني انا مش دكتور، ولكن انا يعني ده ربنا اللي اعطاهولي، وطبعا بالعقل كده المؤمن كيف انفطر نستخدم هذا الجهاز العظيم. طبعا شيء طبيعي ان هيحصل ضرب في جسد البني ادم لانه كان بياخد علاج، ومعظم الادويه النفسيه معظمها تبقى مسكنه، فبالتالي لابد ان انا انزل بهذا الامر تدريجي زي ما اجي اعالج والعياذ بالله عافانا الله واياكم المدمن، ما انا بعالجه برضه بعلاج مخدر ولكن بديله كورس تدريجي فتدريجي فتدريجي لحد ايه مسحب كل المرض الادمان اللي تشبع به الجسد والدم لحد ما اوصل بيه لبر وشاطئ الامان. ما لقيتيش يا اختي الفاضله، انا احب اهل مكه واهل السعوديه جميعا في شتى بقاع الارض، واحب المسلمين كلهم بس على الاخص بحبكم عشان بينكم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وبحب والله الذي لا إله كل دول العالم الإسلامي والعربي اللي انتم ما تعرفوش بقى ان بفضل الله عز وجل في اخوان في ناس مسيحيين بيتصلوا عليا وبيقولوا لي احنا معجبين ببرنامجك وانت معتدل وما بتسئش لحد. انا اسئ لحد ليه؟ انا عايز اصلا اخويا المسيحي ده الادمي ده يسمع وربنا يلين قلبه لآية من كلام الله ولحديث من النعمة المزداة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا يؤمن بكل الانبياء والمرسلين ويؤمن بسيدنا وتاج راسنا سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا والجميع الانبياء والمرسلين افضل صلاة وازكى سلام، وناخد بإيد بعض
كإخوة في الإنسانية في الدم واللحم إلى طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الواحد جمع ما بين كل الأديان، مؤمن بكل الكتب السماوية ومؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، فيسعد بصحبة جميع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنهم جميعا تنزلوا من قبل الله عز وجل بآيات وكتب وصحف نطق بها الجليل جل في علاه، لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، جاءوا ليأخذوا بيد البشرية جميعا، حتى عبدة النار المجوس يأخذوا بأيديهم إلى عبادة الله الواحد القهار. فده الأصل والهدف من وجودنا في الحياة، إن احنا نأخذ بأيدي بعض، بأيدي بعض إلى طريق الله، إلى طريق الأمان، إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ كل ما جاء في الكتب السماوية، لأنها كلها واحد، طريق واحد، رسالة واحدة، هدف واحد، غاية واحدة. ولكن لا يجوز لي أن أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، ولا أؤمن بسيدنا عيسى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بسيدنا موسى، ولا بسيدنا إبراهيم، ولا بسيدنا إسحاق، ولا بسيدنا يعقوب، ولا بأي نبي ولا بأي رسول، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. طيب لو أنا كفرت بأي نبي من هؤلاء الأنبياء المذكورين جميعا في كل الكتب السماوية، يبقى أنا أنكرت أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لا ينفعني إسلامي ولا إيماني، خلاص بالسلام، أنا مش مسلم، ما ينفعش. وإن مت ولعياذ بالله أموت على غير الإسلام. لماذا؟ لأن المسلم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، وكل جميع الأنبياء والمرسلين على العين وعلى الرأس، وهم تياج رؤوسنا جميعا. للأسف الشديد الوقت معاكم بيجري بسرعة، أنا بحبكم في الله، أنا عارف أن أنتم بتحبوا الدعاء، فاسمحوا لي أستأذن أسرة القناة دقيقة أدعو الله عز وجل. طيب بيقولوا ما معناش وقت، أسأل الله عز وجل أن يسترني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبلغني وإياكم رمضان أعوام وأعوام، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، وأن يعفو عن الجميع، وأن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجعل مصرنا وسائر بلاد المسلمين في ضمانه وأمانه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، حتى نلتقي يوم الثلاثاء القادم في نفس الموعد بمشيئة الله عز وجل. أحيانا الله وإياكم على طاعة الله، باسمي وباسمكم أشكر أسرة قناة الصحة والجمال وأسرة برنامج خير وشفاء، جزاهم الله عني خيرا، نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.